نواصل بحذر، شعار وضعته الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، والذي يرمي إلى زيادة حجم الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالمرض من خلال التزامهم بجملة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نواصل بحذر، شعار وضعته الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، لتجسد من خلاله حرص مملكة البحرين على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وحمايتهم قدر الإمكان من الخطر الخفي الذي يحدق بهم. جدا مهم ان نواصل الالتزام. احنا قلنا احنا الحين بدينا التطعيم، لكن بنواصل بالالتزام بحذر، حذر في التعامل، حذر في الخروج، حذر في التجمعات. ضروري ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، ضروري علينا في هذه الفتره نكون على قدر من المسؤوليه، على القدر من الوعي المجتمعي للحفاظ على انفسنا وعلى الناس اللي حوالينا ومحيطنا. ضروري في هاي الفترة ان احنا نلتزم بالاجراءات اللي منها التباعد الاجتماعي، ضروري لبس الكمام في الفترات الصحيحة، فترات الخروج نحتصر او نقلل من التجمعات الكبيرة، نعتمد على تجمعاتنا في محيط العائلة الصغيرة، نستخدم غسل اليدين بشكل منتظم واستخدام المعقمات كل ما لمسنا اسطح او كل ما زايدنا في الاماكن المزدحمة. القيادة الرشيدة جدا مهتمة في المواطنين على صحتهم، وإن شاء الله نعدي هاي الجائحة بخير وسلام. وعندي رسالة صغيرة حاب أوجهها حق جميع المواطنين على أرض المملكة الغالية، أن يلتزمون بجميع القوانين والاحترازات اللي وصلت فيها اللجنة عشان نعدي هاي المرحلة بسلام ونرجع مثل ما كنا، ترجع حياتنا طبيعية مثل ما كانت قبل. أنا أنصح المواطنين والمقيمين أن هم يلتزمون بالإجراءات الخاصة ضد جائحة كورونا عشان سلامتهم. إجراءات احترازية مشددة تضم مجموعة من القوانين والشروط الإلزامية يتم العمل بها في مختلف الأماكن العامة والخاصة، ويراد بها تنظيم ممارسة الحياة الطبيعية وسط أجواء وقائية يتقيد بالعمل بها جميع من يرتادون هذه الأماكن، الأمر الذي يكفل لهم درء أنفسهم من خطر الإصابة بالعدوى، وذلك لن يتحقق إلا بزيادة حجم المسؤولية لدى الأفراد والجماعات تجاه وطنهم ومجتمعهم. أنا مقيم في البحرين، وايد مستانس فيها لأن الإجراءات فيها وايد زينة، تحافظ على نظافة الأماكن العامة والزام الكمامات وقياس الحرارة، هاي من الأشياء الرئيسية فيهم. وأنا أحب البحرين أيضا، يعني إنها تحافظ على الإجراءات ضرورية جدا، يعني حتى لو كنت أنا صغير أو كبير الإجراءات لازم تمشي مع أي واحد فينا. خطط استباقية تطرح لتعزيز الأمن الصحي في مختلف مناطق البحرين، وجملة من المحاذير والشروط الوقائية يتم فرضها وتقليد العقوبة على كل من لا يتقيد بها من أجل مصلحة الجميع، ما من شأنه استرجاع نمط الحياة كما في السابق وعودة قطاعات العمل الحيوية لتسير بخطى ثابتة نحو نمائها وتطورها.